السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي الأزهري، الفصل الدراسي الثاني، الوحدة السادسة من كتابكم ومضى أو قبس من الوحي، Glimpse of Revelation. دسات الدرس الأول عن سيدنا إبراهيم، Prophet إبراهام، Prophet إبراهام يعني سيدنا إبراهيم أو النبي إبراهيم عليه السلام. أول عنوان عندنا Father of the Prophets، يعني أبو الأنبياء. In Islam, سيدنا إبراهيم, Abraham, peace be upon him, is known as father of the prophets. لقب أو عرف بأبي الأنبياء. He is accepted and revered by the people of three major religions. Islam, Christianity, and Judaism. يعني هو قبل, accepted, revered, وعشانه يعني وبجل من قبل الثلاثة أديان، تمام، الإسلام والنصرانية واليهودية، إن الدين عند الله الإسلام، إسلام Christianity and Judaism. طيب Prophet Abraham peace be upon him is an exemplar of mankind، طبعا مثال عالي جدا للإنسانية، exemplar. The Holy Quran describes him as a paragon of goodness، يعني كمثال واضح أو أمة وحده في الخير، obedient to Allah، مطيعا لله، and virtuous، وذو خير أو خير، and truthfulness، human beings، وصادق وذو حق. طبعا إن إبراهيم كان أمة. دي شوية معلومات. يبقى هو الفاذر للبروفيتس، وهو أو accepted من الكام، من three major religions، ديانات الثلاثة، وهو exemplar للhumankind طبعا، ووصف في القرآن، كل معلومات دي وصف في القرآن بأنه paragon of goodness، تمام، a paragon أو a paragon of goodness وobedient to Allah. شوية معلومات. بعد كده بيقول لك struggle against polytheism، يعني جهده الذي حصل ضد المشركين أو الشرك، polytheism عكس monotheism التوحيد. Abraham peace be upon him was sent to people who worshipped idols and the stars، بعث لقوم كانوا يعبدون ال idols الأصنام، and the stars والنجوم. Having doubted polytheism by pointing out that the sun، شكك اليوم في الإشراك ده أو الشرك بالله، وأشار لهم للشمس with the moon والقمر with the stars could not be gods، ما ينفعش يبقوا هي آلهة، because they constantly change، ده هم دايما بيتغيروا، تمام، عارفين الآية طبعا بسورة الأنعام، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إبراهيم peace be upon him called his people to worship Allah، the one true God، one true God، الإله الحق الواحد. They rejected his call، طبعا رفضوا أو نبذوا قوله ودعوته، and threatened to، وهددوه، to burn him alive، أن يحرقوه حيا. طيب نقطة اللي بعدها the right proof، دليل الحق بقى. One evening Abraham peace be upon him went into the town's temple، راح المعبد بتاعهم، and demolished، حطم all their idols، وحطم كل أصنام، except the largest one، ما عدا كبيرهم. He wanted to prove that idols cannot protect themselves from harm، عايز يأكد لهم ان الايدلز الأصنام ما بتحميش، protect themselves من أي ضرر، from harm، harm يعني ضرر. So how they can be worshipped as gods، ازاي يعبدوا كآلهة. The people wanted to، عايزين ينتقموا، avenge، تمام، their gods wreckage، من تحطيم آلهتهم، عايزين ينتقموا لآلهتهم. So عملوا ايه بقى؟ What did Abraham's people do to avenge، عشان ينتقموا، لـ their gods wreckage.
So they decided to throw حيرموا إبراهام in a big fire. سيلقوه في الجحيم في النار يعني. However, الله عز وجل سبحانه وتعالى protected him and he walked out of the fire unharmed. طلع من النار بردا وسلاما غير ذي ضرر يعني لم يضر unharmed. عكس harm. Spectators المشاهدون البشوات اللي بيتفرجوا دولة then realized أدركوا that Abraham's Allah saved him from the fire. فرودي أسلم بقى. تمام. وطبعا إيه الآية الشهيرة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Abraham peace be upon him featured in three prominent practices in the lives of Muslims. Prominent practices يعني الأشياء أو العبادات البارزة اللي بيذكر فيها سيدنا إبراهيم بالنسبة للمسلمين. طبعا ده سؤال حلو برضه نعرفهم إيه هما. The first relates to their daily prayer. طبعا احنا عارفين في التحيات كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. The second relates to pilgrimage. طبعا عارفين الحج كله المشاعر اللي فيه شعائر يعني خاصة بسيدنا إبراهيم وزوجه وسيدنا إسماعيل. To the sacred house الكعبة. And the third relates to عيد الأضحى أفديناه بذبح عظيم لما كان سيدنا إبراهيم ابتلي بذبح ابنه والحمد لله الله سبحانه وتعالى افتداه بذبح عظيم فدا سيدنا إسماعيل. When Muslims sacrifice their sheep or cattle for the sake of Allah. يبقى ثلاث حاجات ال daily prayer الصلاة ال pilgrimage الحج and آخر حاجة اللي هو إيه عيد الأضحى. دي الثري prominent practices اللي احنا بنذكر فيها سيدنا إبراهيم ذكر تعبدي يعني بس كده. وإن شاء التمارين طبعا حلينا والمرة الجاية إن شاء الله ناخد سيدنا أبو هريرة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.